السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم جميعا، إن شاء الله طيبين. عموري عمر، حبابة محمد عبد المنعم، حبابك اصحى يا وحيد. والله يا وحيد انت لو عارف انا عليه وحيد عيار عادي. وسام الطيب وابن الضياع حبابك اخوي الثاني، واد قدور العقلي واد قدور. ان شاء الله طيب يا اخي، اخبار الاهل ان شاء الله طيبين. شباب شيروا لنا اللايف سريع بالله عليكم الله، وثبتوا لنا إننا كلام مهم، لازم الناس كلها يصلى إن شاء الله عشان الناس تكون عارفة الترتيبات الحاصل فيها شنو. مساء النور عليك يا اخي، مشتاقين والله يا اخوي. لبنى حبابك ليه لبنى حضور، لبنى احمد، عمرو ابراهيم، دبي الليو، دبل تقيل دبل تقيل. We'll be right back.
تحسن بشنو يا جماعة؟ الناس اللي تحسن بشنو؟ تحسن بالسلاح. لا في مفاوضات، لا في غيره، لا بنقبل مفاوض ميليشيا ولا أي شيء تاني. أول حاجة السلام عليكم جميعا الناس الموجودين في اللايف، إن شاء الله طيبين، إن شاء الله راكزين، إن شاء الله مطمئنين. نبشركم بانتصارات كبيرة للقوات المسلحة في كل الجبهات بتاعت القتال وتقدم لهم في كل جبهات القتال. نقول لكم رمضان ها كيف ان شاء الله دخل العظم عندكم، لانه نحن حصل العظم والله، والواحد ذاته حس بكبر بعد عديل. ان شاء الله طيبين يا دراكول حبابك، بيكا ان شاء الله طيب، لبنى ان شاء الله كويسين، نور الدين ان شاء الله تمام، ابن غسان وصرفة بالسلاح، هاي تحسن بالسلاح، عبد الرحمن اللمين حبابك اخوي ان شاء الله طيب. مساء الخير عليكم جميعا، دارين نبدا تقريرنا العملياتي ليوم الليله الخميس 11 رمضان الموافق 21 مارس 2024. الحاجه اللي قاعده تحصل في الارض شنو؟ الردود الافعال شنو؟ اهم نقطه الليله دارين نتكلم فيها، وهي النقطه الفاصله، النقطه الفاصله في الحاجه الحاصله على الارض الان، هي التغرير اللي قاله عبد الماجد عبد الحميد، والحاجه اللي حصلت امبارح ويوم الثلاثاء في المنطقه بتاعه الزرق. طيب الحصل شنو في منطقه الزرق؟ قال لك في عمليه نوعيه هي الاقوى، هنبدا كلامنا بيده وبعد ذاك نمشي لموقفنا العملياتي. قال لك في عمليه نوعيه هي الاقوى لمتابعه ومراقبه خطوط امداد ميليشيا التمرد، قصف سلاح الجو السوداني ودمر 120 شاحنه، أو دمر 20 شاحنة تحمل حاويات طائرات مسيرة حديثة بمنطقة الزرق. الله أكبر، الله أكبر. معقل آل دقلو ونقطة تجمع السلاح والمرتزقة، تمام. تاني، في عملية نوعية هي الأقوى لمتابعة ومراقبة خطوط إمداد الميليشيا المتمردة، قصف سلاح الطيران السوداني ودمر 20 شاحنة تحمل حاويات طائرات مسيرة حديثة بمنطقة الزرق، معقل آل دقلو ونقطة تجمع السلاح والمرتزقة. الله أكبر. قوات المسلحة يوم الثلاثاء تمام، وفجر الليلة تمام، اللي هو فجر الخميس الليلة الصباح، طيران المسير التابع للقوات المسلحة أو الطيران الحربي قصف شاحنات تابعة لميليشيا الدقلو الإرهابية في منطقة الزرق، دمر ليهم 20 شاحنة. قبل كم يوم شفنا إنه عندهم، قالوا والله شغل بتاع مسيرات وما شغل بتاع مسيرات، ومركبين فيديوهات تمهيدا للشحنة دي. الحصل إنه القوات المسلحة متابعة كل التجمعات حقت ميليشيا الدقلو وكل الحوالينهم وكل الإمداد اللي بيحاول يجيهم وكل الفبركة بتاعت الفيديوهات واستخدامها من المستودعات بتاعتهم القديمة اللي كانت في بداية الحرب. الليلة ميليشيا الدقلو بدل ما كانت بتقول لك والله عندنا متحركات وعندنا ما بعرف حشد وين وجاينا هاجمكم بوين، الليلة ميليشيا الدقلو بتتكلم عن انها جاية تستلم السودان ولا غيره بمسيرات. اتكلمنا قبل كده قلنا لكم في حاجة اسمها الدفاع الجوي. الدفاع الجوي ده شغل بتاع بلد، ما شغل بتاع انه والله تجيب لك مسيرة كويس يا جنجويدي عشان تجي تهاجم بها منطقة وخصوصا المناطق العسكرية. فقاموا عملوا شنو؟ قاموا قال لك والله احنا حاليا عشان نعوض عدم رغبة الناس في انها تجي تخش للخرطوم، لانه بيقوا عارفين انه الخرطوم هي المحرقة بالنسبة لهم، وعشان نعوض انه والله ما في زول قاعد يستنفر لنا، وعشان نعوض انه والله الضغط ونرفع الروح المعنوية للمقاتلين الموجودين، نقوم والله نستخدم مسيرات. الكلام ده ما بينجح، الكلام ده ما بيمشي قدام. الله بيحاول يضربوه يا جماعة بقطع شديد، فانتوا عارفين حتعمل شنو. طيب فانه والله يجوا عشان يقدروا يحتلوا موقع تاني، قلنا ما عندهم قوة للكلام ده، قلنا ما عندهم طريق انهم يحشدوا لهم ولا متحرك واحد
قلنا انه ما بعرف الناس ديل الوضع العملياتي عندهم في الارض ومعنويات جنودهم الان اصبحت في الواطة. ده كله بيأكد لك انتصار القوات المسلحة في كل المحاور وفي كل الجبهات القتالية. باقي لنا جبهة وحيدة القوات المسلحة ماشية عليها، قاعد تنظف الآن، قاعد تضيق كل يوم الخناق بالاتجاه بتاع ولاية الجزيرة. قاعدين نشوف كل يوم المتحرك الفلاني وصل ولاية الجزيرة، المتحرك العلاني وصل في ولاية الجزيرة. ومبارح ما قدرت أطلع لايف، قمت رفعت لكم صورة فيها ثلاثة أو أربعة مناطق معمول عليهم دوائر، اللي هي سنار، القضارف، كوستي، والموقع الثاني كان وين؟ ما متذكر، ما مجمع كويس. الصورة موجودة. الثلاثة محاور دي أو الأربعة محاور دي الآن جاهزة تماما. الزيارات بتاعت سيادته ياسر العطا كانت للمواقع دي، كانت لسنار، كانت لكوستي، كانت للمناقل، تمام، كانت للقضارف. كل المواقع دي الآن فيها متحركات دارة تتوجه باتجاه مدني. مدني بالنسبة لنا وبالنسبة للقوات المسلحة في الوقت الراهن وفي الوضع الراهن هي الأول اهتماما والأول تركيزا، لأنه زي ما انتم شايفين بالنسبة للجيش الموجود في أمدرمان قضى تماما على التمرد في المحور بتاع أمدرمان وأكبر المعاقل بتاعتهم. الآن متواجدين في الجهة بتاعت صالحة، وصالحة بالنسبة للقوات المسلحة ما هي مشكلة كبيرة. صالحة بالنسبة للقوات المسلحة دائرهم ذاتهم يتجمعوا فيها بالواضح كده، خليكم متجمعين في صالحة، بعد ذاك الطيران حيعرف يشتغل معاكم كيف، والمسيرات عارف تشتغل معاكم كيف، واخر حاجة هنجيبها لكم هي المقاتل السوداني اللي بيجي بالواطة، دي اخر حاجة هندخلها صالحة بعد ما نتأكد تماما انه قواتكم البيت الموجودة هناك دي اصبحت في اضعف حالاتها، لانه نحن عندنا العسكري السوداني الواحد بيساوي مليون جنجويدي. عشان كده نحن ما قدرين نخسر اي زول في القوات المسلحة قصاد جنجويدي واحد، لانه انتوا اصلا نحن ما حاسبينكم ناس، ما حاسبينكم ناس تماما يا جنجويدي. الليلة شايفهم قاموا عملوا لون هيلمانة وجوطة انه والله دخلنا القضارف ودخلنا ما بعرف شنو. القضارف دي لو جا سيدكم دقلوا، سيدكم دقلوا ما بتخشوها. سنار دي لو جا سيدكم دقلوا ما بتخشوها، ولا بتقدروا تتحركوا من المواقع اللي انتوا قاعدين فيها دي ولا شبر واحد. ليه؟ لانه القوات قادرة تسيطر تماما على المواقع دي، والمتحركات فيها جاهزة مليون في المية، تمام. وقلنا لكم قبل كده حتعيدوا في مدني، يعني حتعيدوا في مدني، وما داسينوا الكلام ده ومسؤولين منه تماما. العيد يا جماعة في مدني، الحاضر يكلم الغايب. الليلة احنا في اللايف ده حاليا 2500 نفر. الحاضر يكلم الغايب، العيد في مدني. اي جنجويدي قاعد يسمع، تمام، ولا قاعد برا وصلوا لي الكلام ده، عيدنا في مدني. المتحركات جاهزة، ياسر العطا تمم عليها كلها، ما عندنا ليكم اي حاجة غير البلية يا جنجويدي. طيب نكمل شوية في الكلام اللي كتبه استاذ عبد الماجد. قال شنو تاني؟ قال لك حاويات المسيرات التي تم تدميرها تمثل أحد أحدث دعم إماراتي للتمرد السريع، وتتكتم الأجهزة الأمنية السودانية على تفاصيل أسلحة إماراتية أخرى تم تدميرها عند نقطة عبور الحدود السودانية الليبية في طريقها إلى دارفور. قلنا لكم سلاح الجو زمان في بداية الحرب كان معلوم لكل الناس إنه فيه طابور. أسا حاليا ما في أي جنجويدي بيقدر يدخل طلقة داخل الخرطوم، ولا أي جنجويدي بيقدر يدخل طلقة واحدة داخل السودان، ولا أي منطقة في السودان، ما في أي منطقة في السودان حتستقبل طلقة واحدة تيجي خاشة من برا. فمرحبا بدويلة الشر، خليها تنزل لنا المسيرات حقتها وتنزل لنا الزخائر حقتها، وعندنا القوات المسلحة قادرة تماما، قادرة تماما إنها ما تحاربكم سنة ولا سنتين ولا 10 سنة، قادرين نحاربكم 100 سنة. الخيانة اللي عملتوها في البداية والضرر اللي سببتوا فيه للقوات المسلحة والغدر اللي غدرتوها بها، كنتوا متوقعين إنه جيشنا ده هزيل لدرجة إنكم تقدروا تسيطروا على البلد دي في 4-5 ساعات. الآن بقول لكم حاربونا، اسمعوا الكلام ده كويس الناس اللي قاعدة تفهموا، الآن بنقول لهم حاربونا 100 سنة، لأنه نحن قادرين تماما إنه نحسم الحرب بتاعتكم دي لو لمدة 1,000,000 سنة.
اللهم لك الحمد، من غير ما ندخل في تفاصيل ومن غير ما ندخل في حاجات، الآن التشوين الموجود بقى لدى القوات المسلحة، التشوين موجود بقى لدى القوات المسلحة يكفينا نحارب تاني لقدام مليون سنة بدون تفاصيل بدون قصص، قادرين انه نحن نفرض هيبة الدولة ونفرض هيبة القوات المسلحة على كل بقاع السودان. بعد نخلص من مدني جايينكم في دارفور، بعد نخلص من مدني جايينكم في الجنينة، بعد نخلص من مدني جايينكم في الزرق، بعد نخلص من مدني جايينكم في الضعين. ما في منطقة تانية حتقعد فيها انت يا جنجويدي آمن. أرض السودان بعد ده لن تتسع لميليشيا الجنجويد. أرض السودان ما بتدفنوا فيها، تتحرقوا فيها، لكن تندفنوا في أرض السودان ما بتندفنوا فيها عشان ما تدنسوها. الحاجة الحاصلة الآن، تمام، نكمل لكم باقية. نوعية وحجم الأسلحة الإماراتية التي تم تدميرها خلال الأيام السابقة كشفت عن كثافة التدخل الإماراتي المباشر لإنقاذ ميليشيا التمرد السريع في انهيار، حيث تقوم الخطة على تعويض النقص المرعب في عدد الجنود وفشل تحريك مقاتلين من حواضن ميليشيا التمرد بدارفور، وتزويد عصابات الميليشيا في مناطق المواجهة مع الجيش السوداني بأسلحة متطورة لإحداث فرق في ساحة الحرب، وفقا للتقارير غريبة لتقارير غربية تكثف. الإمارات حملت تجيب عربية غربية وأفريقية لدعم ميليشيا، وذلك بسبب لفتح معسكرات تجميع وتدريب نوعي في دول أفريقية مثل رواندا وكونيا. طيب الليلة قلت إنه دارين المعلومات وبنسمع يا جماعة، والله في ضرب تقيل لللايف، اللايف ده أنتو شغال، اللايف شغال، عندنا كلام مهم يا جماعة، اللايف ده شغال. لبنى، الناس الموجودة، اللايف ده شغال يا جماعة. طبعا احنا من نجيب سيرة العوالق دي بحاول يضرب اللايف طوالي. ناس بتقول نور الدين قال شغال. طيب نكمل، ارفع اللايف ده يا جماعه، انه قاعد اتضرب بطريقه عجيبه، يعني انا بشوف الحاجات دي كلها قاعده تتقطع كده. طيب الناس ديل زي ما قلنا لكم بيحاولوا يعوضوا النقص الموجود عندهم في القوات بتاعتهم، لانه الناس الاستنفار قاعدين يعملوه فشل، القوات بتاعتهم بقت بتتضرب بكميات تقيلة، الموت قاعد يكون فيهم بكميات كبيرة. جيش أم درمان مسيطر تماما على مداخل أم درمان، جيش الكدر وقادر تماما انه يقطع الامداد عن الميليشيا بكل المواقع اللي هي دايرة تحاول تدخل بها امداد لبحري. الليلة الجيش بتاع الكدر مدمر له عدد بتاع 20 عربية، تمام، ومدمر له وقابض له شاحنة ومستلم له عربات حية للميليشيا. كل يوم نحن قاعدين نشوف القوات المسلحة وجيش الكدر تحديدا قادر يسيطر على المحاور كلها من أول بداية المصفى إلى كامل شارع الإنقاذ، ما قادرين يدخلوا ولا حتى عبارة عن اسمه شنو ده ربع شاحنة. اليوم تدمير 9 عربات واستلام 2 بوكسي بحالة ممتازة وعربة شحن مصفحة في كمين محكم بطريقة جيل الكدر. طيب طريقة جيل الكدر ده قلنا هو الشريان الدارة تدخل به الميليشيا الإمداد لشنو؟ لقوات الموجودة في بحري. حاولوا يهاجموا سلاح الإشارة مرة فشلت، حاولوا يهاجموا سلاح الإشارة المرة الثانية فشلت، حاولوا يهاجموا مناطق في بحري، حاولوا يدخلوا إمداد لبحري، ما في أي طريقة إنه يدخل إمداد، ما في أي طريقة إنه يدخل لهم أي قوة ولا وقود ولا غيره للمنطقة بتاعت بحري. القام حصل شنو في المقابل بغادي من القوات المسلحة؟ القوات المسلحة
دخل الناس القوات المسلحة دخلت متحركات دخلت إمداد لسلاح الإشارة دخلت إمداد اللهم صل وسلم على سيدنا محمد لخرطوم. الآن المتحركات بتاعت القوات المسلحة تمام بدأت إنها تخلص حوجتها في أمدرمان نحو القيادة العامة وتتوجه نحو بحري وتتوجه نحو المناطق دي. وفي نفس الوقت المحور بتاع مدني القوات المسلحة شغالة فيه كل يوم بتزيد في المتحركات اللي سميناها متحركات قيامة الدعامة. قلنا لكم مدني دي المتحركات اللي فيها لن ينجو أحد. الكلام ده كان واضح من أول يوم إنه لن ينجو أحد تمام. فالموضوع ببساطة شديدة الناس دي كل يوم ماشيين في تناقص. الناس دي كل يوم ماشيين إنه معنوياتهم تقع. الناس دي اليوم ماشيين إنه تدمروا زيادة معنويا وعسكريا الاثنين مع بعض. كمل بعد تقريرنا. طيب وادي الخرطوم الله يفيد الضرب يا جماعة. فكتروا لنا عليكم الله الشير بتاعكم ده وكتروا لنا زي ما بيقولوا شير تكبيس. دارين شير تكبيس لأن الله يفيد الضرب. رجع تاني ولا ما رجع؟ الله يفرج قلوبنا ود العقلي الناس الموجودة. الله يفرج ولا ما رجع ولا الحاصل شنو؟ لو اللايف رجع يا جماعة بالله عليكم الله كده ما حيخلونا نكمل اللايف. فزي ما بيقول لكم شير تكبيس. الناس اللي في لبنى قالت رجع زيدوا لنا الشير لللايف يا جماعة. زيدوا لنا الشير لللايف عشان أنا حرفيا ما شايف الحاصل شنو وقطع عندي. فزيدوا لنا الشير لللايف. نديكم ثلاثة دقائق كده تشيروا لنا اللايف فيها وتزيدوا زي ما بيقولوا شير تكبيس.
الشيء رجع يا جماعة، الصوت رجع، لو في زول يكتب لنا الصوت رجع. تمام، ود قدور العقل قال ظابط. طيب جينا قلنا هنا، والي الخرطوم يستلم دعم قافلة العبيدية والفاروق بمحلية بربر دعما للمستنفرين والمواطنين. تمام، ده عندنا من الحاجات برضها الليلة اللي طلعت في الإعلام، إنه والله يا أخي والي الخرطوم استلم دعم للقافلة. طيب عشان نجي نقول لك والله في حاجات قاعد تطلع، إنه والله القوات المسلحة ما في إمداد، ما في أكل، ما في شراب في المناطق دي. لا لا، أم درمان الأسواق شغالة فيها، الإمداد بتاعها متوفر، القوافل قاعد تصلى، غير السلع الموجودة. ما عندنا ندرة داخل أم درمان في أي سلعة من السلع. المرور الليلة قاعد ينظم في حركة المركبات داخل أم درمان. انت عارف الكلام ده معناه شنو؟ معناه انه في كثافة سكانية عالية وفي حركة عالية بتاعة مرور داخل أم درمان عشان الناس تطمئن اكتر واكتر. الليلة البنك أم درمان الوطني برضو رجع للخدمة وشغالين فيه، ومتوفر الكاش ومتوفر التحاويل، الشبكة في أم درمان شغالة تمام. كل الحاجات دي بتقول لك دي انتصارات للقوات المسلحة قاعدة تتقدم كل يوم، قاعد ترجع في الشبكات. الليلة شفنا القوات المسلحة مع الوالي مع جهاز الأمن والمخابرات الوطني كلهم شغالين في الشغل بتاع نظافة الشوارع، الشغل بتاع السفلتة، الشغل بتاع الطرق والزلط، الردميات الغيره. شفنا الشغل بتاع لما الدكاترة والناس والكوادر الصحية للجثث الموجودة في الشوارع، للحاجات الموجودة في الشوارع بتاعت القتلى بتاعين الميليشيا ديل. أم درمان قاعد تتعافى تماما كل يوم أحسن من اليوم اللي قبلها. لما أقول لك والله وصلت مرحلة إنه تتشال المتاريس في الشوارع ويتجمعوا العربات المحروقة تتشال، وناس الصحة شغالين، وجاء إمداد بالمناسبة ميزانية ضخمة جدا للقطاع الصحي من الهلال الأحمر عشان يأهلوا بها المستشفيات الموجودة داخل أم درمان والموجودة داخل ولاية الخرطوم بعد الدمار والخراب اللي عملته الميليشيا في المستشفيات دي. الليلة شفنا شغل الجوازات، الناس رجعت مشت تنظف المقار بتاعت الجوازات واستخراج الرقم الوطني في أم درمان. تمام، شفنا القسم بتاع الشمالي ودنباوي دار يرجع للخدمة، شفنا القسم بتاع كرري شغالين فيه، ناس الشرطة ربنا يديهم العافية ويكتر خيرهم شغالين. كل الناس دي يد بيد على أساس إنه المواطن يرجع لبيته في أسرع وقت ممكن وفي أسرع توقيت يخليه هو قاعد آمن. اتكلمنا مع ناس الشرطة قبل يومين، اللهم لك الحمد جات استجابة. الليلة القوات بتاعت الشرطة نزلت، بدل ما كانت شغالة في الأقسام يوم بعد يوم، الليلة أقسام الشرطة في كل أم درمان شغالة يوميا في كل أم درمان. الليلة شايفت القسم بتاع الأوسط أم درمان اللي هو زمان الناس القديمة في أم درمان كنا بنسميه نيابة التمساح. شفنا الليلة التصوير من داخل المستشفى بتاعت التجاني الماحي. كل الحاجات دي بتقول لك إنه والله في بشريات جاية لكل الشعب السوداني في الفترة الجاية. في المقابل الميليشيا ما قادرة تعلل لها عن انتصار واحد، لا انتصار إعلامي، لا انتصار عسكري، لا انتصار غيره. تمام، الميليشيا الآن قاعد تحاصر في كل المواقع، وبالإضافة لإنه الشغل بتاع الأجسام الشغال ده فوق ليه، شفتوا النظافة حقت الشوارع، وشفتوا الشغل بتاع الزلط، شفتوا الوالي قاعد يستقبل قوافل. انت كمواطن سوداني اللي يمنعك شنو تاني انك ترجع للمنطقة بتاعت أم درمان؟ الفلول ده جاهم. السلام عليكم يا أخوار، يلا طيبين، قول لهم نقطة، اقرأ لهم شعر. انت قاعد نسال ازاي؟ انا اقول طوالي دق 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 دق، يعني كده انا بقدر اطلع لايف والله، لاني بعرج من موضوع الحرب. ممكن نشتغل لكم فقره بتاع الترفيه، فقره الترفيه، ترقبونا ترقبونا قريبا. انت شايف خليت الصبيع الحماد ده برخيت منه معنا؟ ما رخيت يا، لكن كايرو ما مقصر، سيارات كايرو وسجاد تجيب باذن الله. فما في سبب
يخلي الناس تاني ما ترجع بيوتها، ما في سبب يخليك انت خايف. قاعد تطلع القوات المسلحة تقول لكم ارجعوا بيوتكم، ومدرمان القديمة نظيفة، الثورات نظيفة، من المهندسين وانت ماشي ليه كرري ما في حاجة، اترفعت لكم فيديوهات من الصيدلية بتاعت محمد سعيد بداية الفتيحات لغاية ما تصل القاعدة بتاعت وادي سيدنا، الناس عايشة حياتها طبيعية، الأكل متوفر، الشراب متوفر، الأدوية متوفرة، الصيدليات شغالة، الشبكة شغالة. الحاجة دي أن احنا كنا في مرحلة يا جماعة إنه نحن بلدنا دي كانت حتضيع بسبب الميليشيا دي، بلدنا دي كانت حتنتهي تماما. القوات المسلحة قبل ما احنا نكمل السنة وصلنا لمرحلة بتاعت إنها قادرة تفرض سيطرتها على كل السودان. بدل ما كانت الميليشيا قاعدة تتقدم، الليلة الميليشيا قاعدة تتقزم. بدل ما كانت الميليشيا كل يوم بتسيطر لمنطقة ومتحرك عجال لاقن وحمير ماتن، وكنا عايشين في رعب عجيب. الكلام ده الآن يتحول إلى طمأنينة، يتحول لثقة داخل المواطن كبيرة جدا. الناس ترجع بيوتها، الناس ترجع تعيش حياتها الطبيعية. كفاكم زلة، كفاكم غربة، كفاكم قاعدين بإيجارات خرافية، كفاية. الناس بعد ده ترجع تشوف كيف تخلص شغلها البلد. أي حاجة انت هتمشي تشتغل الآن هتلقاها ناجحة نجاح ما طبيعي. أي حاجة هتمشي تفتحها الآن في السودان، السودان محتاج لها. هتفتح صيدلية، السودان محتاج لها. هتفتح محل ملابس، السودان محتاج لها. هتفتح محل خدار، محل جزارة، هتفتح أي حاجة هتمشي تشتغلها في السودان الآن شغالة. الآن السودان أرض خصبة لأي زول كان عنده حلم في حياته دي. زمان كان في حيتان وغيلان مسيطرين على الوضع في السودان، مسيطرين على السوق في السودان. الآن الكلام ده ما موجود. الآن السودان يتقبل أي تاجر أو يتقبل أي فرد داير يبدأ أي مشروع مهما كان صغير، مهما كان صغير. أم درمان الآن بتتقبل من النقاش والنجار والحداد وبتاع الخدار والجزارة والدكتور والمهندس. وين المهندسين؟ المهندسين وراكم شغل تقيل، المقاولين وراكم شغل تقيل. الدائر يضرب بوهية، الدائر عنده حيطة وقع، الدائر يبنيها، وين ناس النظافة؟ وين العمالة؟ الكلام ده كله أي زول الآن بيدخل الخرطوم بقى داير يستلم كاش، بيستلم البنوك شغالة والكاش متوفر فيها. داير تشتغل بنكك كويس موجود ومتوفر وراقد. الآن ده وقتكم المقاولين المهندسين، أول ناس المفترض أنتوا الآن تفكروا في أنكم أنتوا حتستفيدوا الفترة الجاية دي من السودان. أنت لو قاعد ترجع أنه بعد ما الناس والله تبني وتنتهي هترجع أنت ده حتلقى روحك الوحيد القاعد ورا. الآن الناس شغالة قاعد تبني، الآن الناس بتبني في حيط، اللي عنده حيطة، اللي عنده بوهية دار ضربة، اللي عنده ما بعرف شنو. وين الناس بتاعين العفش؟ الدعامة ده نظفوا البلد. يلا أشحن، أشحن من مصر، أشحن من السعودية، أشحن من الصين، أرجو أفتحوا محلاتكم. والله كونتينرك تجيب السودان يصل السودان ما ياخد أسبوعين، ده كان متبع في الطريق. أنا بتكلم هنا هسه بخاطب التجار، الناس القاعدة اللي عندها فهم في تجارة، يتحركوا، أمشوا شغلكم. الوقف الفترة الفاتت دي كلها ده الوقت الآن إنه ترجع عشان تبدأ شغل جديد وتبدأ استثمارات جديدة. الآن ده الوقت إنه أي مشروع في السودان ما فيه خسارة، نجاح مباشرة. الناس تتحرك، الناس تمشي. الليلة البيوت القاعدة فاضية دي محتاجة أي حاجة، أي حاجة محتاجة لها، محتاجة سباكة، محتاجة أي شيء، محتاجة تحرك، اتحرك، امشي. خليك انت الزول الاول اللي حيبدا اول ده، تمام؟ انت ما براك حتشتغل، نحن ذاتنا حندعمك. والله امشوا اشتروا من فلان عنده مواد بتاعت سباكه، والله امشوا اشتروا من فلان عنده مواد بتاعت بوهيه، والله امشوا اشتروا من فلان فتح جزاره، والله امشوا اشتروا من فلتكان عمل مطعم. اتحركوا، ده الوقت اللي انت تبقى فيه رجل الاعمال، ده الوقت اللي انت تبقى فوقه اساس، ده الوقت اللي انت خلاص ننهي الثقافات الكبيرة والرؤوس الكبيرة دي وتجي انت الزول الجديد ده. الشباب ديل ترجعوا هناك عشان تعملوا مشاريعكم من اول وجديد. الدار يجيب معدات طبية، يجيب الدار يجيب دريبات، يجيب الدار يفتح صيدليته ويرجع يفتحها. ان احنا معاكم قدام ارح. ده الوقت اللي انت هتبني فيه روحك، والحيبدأ في الوقت ده
اللي هيبدا في الوقت ده انا بضمن لكم 1000000% ده ناجح. اللي هيمشي الان يشتغل اي حاجه في السودان ده ناجح تماما. لانه مشروعه ده لو دخل لسه الان فيه كويس 100 ولا 200 ولا مليار ولا 2 بعد شهر ولا شهرين هتبقى مبلغ خرافي. انزلوا ارجعوا اشتغلوا. بلدكم الان محتاجه لكم وانتم محتاجين انكم تبدوا مشاريعكم الخاصه. اللي عنده عياده داير يمشي يفتحها يرجع يفتحها، اللي عنده مركز صحي داير يمشي يدور يمشي يدوره، اللي عنده مشروعه في السودان يتوقف بسبب الحرب ارجع يشتغل. احنا معاكم يا جماعه. خلاص ده الوقت اللي يقوم فوق الشباب، ده الوقت اللي يتحرك فوق الشباب. بعد ده امشوا ونحن بندعمكم باي شيء انتوا دايرينه. نشير لكم ننزل نصور معاكم الدايرينه، ده الوقت اللي انت حتبني فيه موقعك. خلاص الناس اللي كنت بتسمع بهم زمان ناس فلان ناس علان ناس ما بعرف البرير النفادي اسامه داود ما بعرف منه، انت واحد ممكن تبقى واحد من الناس ديل. الان انت ممكن الفرصه قدامك ما تضيعها. الفرصة قدامك ما تضيعها. أي منطقة قوات المسلحة أعلنت لك إنه المنطقة دي نظيفة شيل أمشي أرجع طوالي راجي شنو؟ أرجع أشتغل أرجع أفتح مشروعك أيا كان المشروع ده شنو؟ في واحد قال لي الجمارك حنتكلم مع ناس الجمارك حنناقشهم في الموضوع ده يتحركوا أنتوا بس يتحركوا والباقي نحن بنجف في ظهركم. أي مشروع أيا كان المشروع شنو؟ بيت ولد عرفته أرجع أشتغل. الان ده الوقت اللي حتبني فيه اسم وحتبني فيه سمعه. انا كلامي ده مع الفئه بتاعت الشباب الناس اللي اداب باديه او الدائره تبدا اتحركوا يا جماعه احنا معاكم. شوفوا الدايرين شنو. والله انا شاير لك صباح ومساء نخلي السودان ده كله يعرفه. اتحركوا ما تجيفوا. ما عندنا كلام نقوله كثير. جزاكم الله خير وتر خيركم لما نتلاقى وقت ثاني.